تهزم رغم انها معتزه تام. ياسين مرياح يوزعها، ياسين مرياح ولا يا كره علي الفاطمي والميمون والهدف الثاني، جول ثاني للترجي الرياضي التونسي في 55 دقيقه لعب. كانت عمليه ممتازه انطلقت من ياسين مرياح، معتز قدام مراوغه ممتازه، يعاود يعطي الكره لياسين مرياح، توزيعه في القائم الثاني امامكم العمليه، توزيعه في القائم الثاني، تسديده اولى ترجع قدام فاروق الميمون.